شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في حفل مراسم تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان على عرش الأقحوان الإمبراطورية اليابانية في القصر الإمبراطوري بطوكيو اليوم، حيث نقل سموه تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجلالة الإمبراطور وخالص تمنياته لليابان بالمزيد من التقدم والازدهار. كما قدم سموه حفظه الله التهاني والتبركات لجلالة الإمبراطور ناروهيتو بهذه المناسبة. وقد أكد سموه على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية اليابانية من تقدم وتطور على مختلف الصعد، وذلك في إطار ما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة واهتمام مشترك يعكس حرص حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مواصلة تعزيز التعاون مع اليابان الصديق في كافة المجالات، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الواعدة ويلبي التطلعات المشتركة ويصب في دعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين تتطلع دائما إلى توطيد العلاقات الثنائية مع اليابان والدفع بها نحو أفق أرحب من العمل والتنسيق المشترك. كما أقيم احتفال رسمي حضره عدد من أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء عدد من دول العالم، هذا وقد حضر سموه مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو تكريما للوفود الرسمية المشاركة في حفل تنصيب جلالته على عرش الإمبراطورية اليابانية. ورافق سموه في حفل مراسم تنصيب جلالة الإمبراطور ناروهيتو معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.